جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لي أن أصلي خلف شخص لم يتوضأ في كل وقت وإنما يتيمم بدون عذر؟ لا يجوز لك أن تصلي خلفه وصلاته باطلة، وإذا تعمد ذلك فإن عليه خطر من الردة، لأن بعض العلماء يرى أن من صلى من غير وضوء ولا عذر له أنه يكون مرتد، لأنه مستهتر بالأحكام الشرعية، مستهترا بالصلاة، فالخطر شديد. هذا يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وأن يقضي الصلوات التي صلاها بغير وضوء لأنها غير صحيحة. نعم.